في الجزء بتاع الباي ميكانكس عندنا بعض الحاجات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا كديزاين جايدنس عشان نحسن بيها الديزاين بتاع الميديكال ديفايس بتاعتنا. اول حاجه البادي بوستشر، يعني وضع الجسم وهو بيستعمل الجهاز دوت. فبيسكلي اول، يعني اول حاجه ناخدها في اعتبارنا او المفروض نعملها ان احنا دو ديتيرمن ويتش بادي بارت از موست ريليفنت تو ذا تاسك موست اوفن يوزد or most prone to loading or potential injury. يعني شوف اني جزء في اجزاء الجسم مثلا بيتعرض لاكتر ستريس وهو بيشتغل بالجهاز دوت. وبعد كده نفوكس الديزاين بتاعنا، ديفايس ديزاين بتاعنا on proper positioning of that joint or body segment. يعني نحاول ان احنا نحسن الوضعيه بتاعه استعمال الجزء من الجسم دوت بحيث ان احنا نتاكد ان هو مش هيعمل ستريس على الجزء دوت، او ان احنا يعني على الاقل نقلل الستريس ده لدرجه كبيره. طبعا دي حاجه مهمه جدا لان دي بينتج منها طبعا الجهاز ده بيبقى ماتش مور يوزابل بالنسبه لليوزر، ما يعملش فاتيج ويقدر الناس تستعمله، ما يحصلش منه يوز ايرور كتير. في حاجه مهمه تانية برضو اللي هي الانديورنس. الماسكولار انديورنس اكشوالي دايما بيبقى فانكشن في السترينث اكزرتد باي ماسل اور جروب اوف ماسلز. يعني احنا مثلا لو احنا بنتكلم واحد فينا مثلا بيعمل لعبه رياضيه معينه، لو مثلا فرضا حد بيشيل حديد، لو حد بيشيل مثلا كيلو غير لما حد يشيل 5 كيلو غير لما يشيل 15 كيلو، اكيد طبعا هتعب اسرع بكتير لما اكون بشيل 15 كيلو. فهنلاقي ان احنا بيسكلي لما بتكلم على السترينث مثلا وباخده كنسبه من الماكسيمم ايزومتريك سترينث، يعني من 100 لغايه 0% اللي هو اقصى قدر من السترينث اللي نقدر نحطه، فهنلاقي ان احنا لما بنكزرت الماكسيمم بيبقى محتاج وقت قصير جدا عشان نوصل الفتيج، عشان نوصل ان احنا تعبنا. انما لما بحط مثلا 20% ولا حاجه كده بلاقي ان هي نزل جامد جدا، بلاقي ان احنا نزلنا مثلا بقينا الوقت اللي محتاجه عشان نعمل يحصل لنا فتيج ممكن يبقى مثلا بيتكلم على 6 اضعاف الوقت اللي احنا بناخده عشان نبقى يعني نوصل الفتيج بالماكسيمم سترينث. فعامه نحاول ان احنا دايما زي ما كنا بنقول ناخد حوالي 30% على الاقل، او يعني لازم يبقى اقل من 30%، يعني اقل من الرقم ده، اقل من الجزء ده كده، بحيث ان احنا نضمن ان احنا ما يحصلش عندنا فتيج بسرعه، وعشان الناس ما تشتكيش بعد شويه ان الحاجه دي بالنسبه لها مرهقه جدا، لان طبعا الفتيج ده بينشا نتيجته طبعا ان هو لازم ياخد راحه، وعشان يشتغل تاني بتبقى برده ما يقدرش يبقى بيوصل للماكسيمم سترينث بتاعه بسهوله. فيستحسن ان احنا نعمل يعني اللود بتاعنا يبقى خفيف الى حد كبير بحيث ان احنا ما نعملش يعني ما نوصلش اليوزر بتاعنا ان هو يبقى بيتعب كتير من استعماله، او نوصل الانديورنس بتاعنا ان هو يبقى اعلى. الحاجه الاخيره هي ريبيتيتيف موشن، وده طبعا عباره عن ان احنا بنكرر الاستعمال بتاع جزء معين من الجسم الحقيقه عشان نستعمل جزء معين او نعمل تاسك معينه في الايه في الجهاز بتاعنا. طبعا هي دي مشكلتها الاساسيه اكشن، ان هي في الاخر بتنكريز الريسك اوف ماسكولوسكيليتال انجري. يعني مثال على كده، مثال واضح جدا، الدكتور بتاع الالترا ساوند، الدكتور بتاع الالترا ساوند بيمسك البروب بتاع الالترا ساوند في ايديه وبيعمل بيه سكاننج. اوكي، الحقيقه البروب ما هوش تقيل قوي بس لحد ما هوش خفيف. يعني اتضح ان في مشكله بتحصل للسونوجرافرز، الناس اللي هم بيستعملوا جهاز الالترا ساوند كتير، ان بعد فتره بيجيلهم حاجه اسمها كاربال تانل سيندروم. ده بيحصل ان هو بيبقى يعني ما يقدرش ان هو يستعمل ايديه في ان هو يعمل اي حاجه فعليا. يعني ففعليا في ناس كتير جدا في امريكا اللي هم بيشتغلوا اطباء بتاع جهاز الالترا ساوند بيبطلوا خالص، يعني ما يقدروش ان هم يشتغلوا نتيجه للمرض دوت، نتيجه ان هو الاستعمال بتاع الجهاز دوت عمل له فعلا ماسكولوسكيليتال انجري، يعني عمل له مشكله في ايديه مثلا، ما بقاش يقدر يستعمل ايديه بشكل مظبوط بعد كده. فدي طبعا حاجات نتيجه للتكرار، يعني الدكتور ده بيقعد مثلا يشتغل بالشكل ده سنين وسنين، ممكن يوصل مثلا 20 30 سنه في الكارير بتاعه ان هو بيشتغل كده. ففي فتره من الفترات بيجي الريبيتيتيف موشنز اللي حصلت دي بتعمل له فعلا المشكله الكبيره اللي هو ممكن يريتاير بسببها دي. فطبعا بنحاول في الحاجات اللي زي كده ان احنا نخلي الحركه دي تبقى حاجه اللي هو بيشيلها الدكتور طبعا بالتاكيد بقى اقل ما يمكن في الـ في الـ في الويت، بحيث تبقى برضو الاستريس بتاعها على الماسكولوسكيليتال سيستم بتاعه تبقى اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت برضو نحاول بشكل ما ان احنا نخلي الدكتور ده ما يستعملش الحاجه دي كتير، او في عندنا حاجه نقدر نخلي الدكتور ما يتحركش كتير او ما يعملش الحركات المتكرره دي كتير، نحاول ان احنا نعملها برضو عشان نقدر نعمل الكلام ده. لو احنا بقى عايزين نعمل ايفالويشن للباي ميكانكس بتاعت بارتيكولر تاسك بتتعمل في الجهاز بتاعنا، او مثلا لو في عندنا مثلا يعني حد من الناس بيشتغلوا في الجهاز بتاعنا بيعمل يعني التاسك دي بطريقه معينه، عايزين نعمل تحليل للكلام ده عشان نتاكد اذا كان في حاجه بتعمل له ستريس ولا لا.
فدي بتتعمل بكذا طريقه الحقيقه، يا اما ان احنا يبقى في عندنا اكسبرت اوبزرفيشن اند فيديو، يعني نصور الراجل ده وهو بيعمل الحاجه دي، وبعد كده في حد اكسبرت يا اما يشوف هو بيعملها على الطبيعه، يا اما يشوف الفيديو دوت ويشوف هو بنفسه، يعني هو يقدر يحلل ويطلع الاماكن اللي هو يعني شايف ان ممكن يحصل منها ستريسد على اليوزر. او ممكن نعمل حاجه اسمها موشن اناليسيس. هي المثال اللي انا جايبه هنا ده مثال ملوش علاقه قوي، ده مثال بتاع حد بيشتغل في يعني في الميكانكس، في الميكانيكا بتاعه السيارات، بس برضو احنا ممكن برضو بنفس الطريقه كده، ده بيركب حاجه جوه العربيه، فبيسكلي بيحطوا له بعض اللادز كده ويعملوا له تراكنج، نعمل له تراكنج لللادز دي بحيث يشوفوا كل جزء من اجزاء جسمه بيتحرك ازاي، وممكن بقى يطلع موديل ليه كده، وممكن من الموديل ده اكشوالي يطلع الاسترسز على الاجزاء المختلفه عامله ازاي. فممكن اكشوالي بعض الاحيان نضطر نعمل حاجه زي كده عشان نفهم يعني كوانتيتيفلي ايه اللي بيحصل بالظبط، ونقدر نحدد الاماكن اللي عليها ستريسز في جسم الايه، في جسم اليوزر. او ممكن احنا في بعض الاحيان لو احنا شاكين مثلا في مكان معين بالذات بنعمله اي ام جي، وممكن نحلل الاي ام جي ده عشان نشوف اذا كان في ستريس على المصل الفلانيه او كده، بحيث نقدر ان احنا يعني يبقى عندنا فكره الاختلاف بتاع الطرق المختلفه في تنفيذ التاسك دي، اني واحده فيهم ممكن تفرق مع المصل دي، ممكن ان احنا الاي ام جي ممكن يبقى مناسب جدا في حاجه زي كده. ممكن برضه نفس الكلام ان احنا نعمل قياسات للجوينت انجلز والاكسلريشن ديورنت موفمنت، يعني ممكن نحط شويه سنسورز على اليوزر بحيث نديتكت كده الجوينتس بتاعته دي بتتحرك بانجلز قد ايه وبتتحرك باكسلريشن قد ايه، ومنها برضه نحاول نستنتج انهي جزء عليه ستريس اكتر من الجزء الثاني. ودي طبعا حاجات كلها بتبقى يعني تتعمل في مرحله الاناليسيس، في مرحله الارجونومكس اللي في الاول خالص، بحيث ان احنا نشوف الطريقه بتاعت الاستعمال دي مناسبه ولا مش مناسبه.